توقف يا صغيرة. أنت كبير وبطيء ولا تستطيع اللحاق بي. هذه الفرصة الأخيرة، أعطيني الهاتف. كم من الوقت يجب أن ننتظره؟ إن الطقس حار جدا، أشعر أن دماغي ينصهر. اتصل مرة أخرى. اتصلت به مرة أخرى ولم يتغير شيء. سوف أتأخر عن المدرسة، أعطني الهاتف. حسناً توقف، سوف أعطيك الهاتف ولكن طبعاً بشرط. أنت حقاً مشاكسة، قولي ماذا تريدين؟ لننتظر، من الممكن أن يكون نائماً. حسناً سأتصل به. ولكنه لا يرد على هاتفه. جيك سنتأخر. دقيقتان وسآتي. أخي ماذا تفعل؟ ننتظر جيك. لماذا أتيت إلى هنا؟ ألا تبدو سعيداً برؤيتي؟ أتينا لاصطحاب آنيا. مرحباً يا فتيات. أوه يبدو أنكم تنتظرون جيك أيضاً. جيك أخرج. جيك أتعطيني دروساً بوضع مواد التجميل؟ جيك أفضل أن تذهب من دوننا إلى المدرسة. يا فتاة أخبريني، هل رأيت جيك بالصدفة؟ مضحك كثيراً، ألدى أحدكم منديل؟ سئمت منها بسبب تصرفاتها. أنا أفهمك جيداً، العيش مع الأخت إنه تعذيب مستمر. الشعر موجود في كل مكان. مواد التجميل أصبحت في الثلاجة ورائحة العطر تفوح في كل المنزل. لماذا لدي أخت وليس أخ؟ من كتب الواجب؟ لا تنظري إلي. أنا كتبته. جيك قل لي ما هذا؟ إنه واجبك. ولكن هذا غير مضحك، سوف أخذ علامة سيئة بهذه الطريقة. ولكن هل من المضحك أن ترسمي على وجهي مثل المهرج؟ لا تغضبي كثيرا، فأنا لا أنجز واجبي كالعادة. جيك لا يفترض بك فعل هذا. لماذا أنت غاضبة على جيك؟ لقد فعل الصواب. سافا يفضل أن تصمت الآن. أكبر عقاب للأخ هو أن يعيش مع الأخت. أوه إن العيش معك سعادة بحد ذاتها. التقاط جواربكم بكل أنحاء المنزل. إنهم يطلقون الريح ولا يخجلون أبداً. هكذا هو أسلوب حياتنا. هذا الأسلوب رائحته كريهة كجواربكم. أوه نسيت أن أخبركم أن والدي خرجوا لبضعة أيام، نستطيع أن نمرح بالمنزل. أوه رائع. إذن بعد الدروس سنلتقي. هيا أسرعوا، المباراة سوف تبدأ. الرقائق موجود، المشروب موجود، كرة القدم بدأت. لا داعي للتباهي، برشلونة سوف تفوز. فريق برشلونة خاصتك لا يجيد اللعب. إنهم أفضل من سافا بالتمثيل. لنتراهن مقابل $100. أنتم ابتعدوا. هاي أعيدي القناة إلى المباراة. نريد أن نتابع مسلسلا جديد. البطل وسيم جدا ولطيف أيضا. ولكننا ننتظر هذه المباراة من أكثر من أسبوع. ونحن انتظرنا مدة شهر. دعونا وشأننا، لا تزعجونا. هاي أنا تحملت كثيراً، لكن أن يحرمونا مباراة كرة القدم؟ لماذا نحن جالسون نتكلم؟ يجب أن نفعل شيئاً. أنت تعلم، لن نستطيع أخذ جهاز التحكم. إذا نحن لم نشاهد كرة القدم، فإن الفتيات لن يشاهدوا المسلسل. أعتقد أنني فهمت عما تتحدث. هيا قم بتقبيلها. لقد اقترب من ذلك. أي ماذا حدث؟ هاي بسرعة شغليه، أقبلها أم لا؟ آنيا شغلي بسرعة. أنا أحاول، إنه لا يعمل. أوه ماذا، ألا يعمل التلفاز؟ ألا تعرفون لماذا؟ أنا أعلم، لأن أحدهم قام بقطع شريط التلفاز. يبدو أنكم تريدون افتعال المشاكل. هاي اهدئي، بدوننا لن تستطيع إعادة تشغيل المسلسل. فقط أنا أستطيع إعادته كما كان. حسنا وأنتم لن تتابعوا كرة القدم. لا بأس. حسناً تحدثوا، ماذا تريدون؟ نحن نريد العدالة فقط. تحدثوا بوضوح أكثر. هيا الآن لنقرر من سيتابع التلفاز. حسناً لقد قررنا، نحن سنتابع. كلا آنيا، سنقيم مسابقة ومن يفوز بالمسابقة سيتابع التلفاز. مسابقة؟ وما هي؟ كل فريق منا يختار مسابقته الخاصة. أعطونا وقتاً لنتشاور. ما رأيكم بهذا؟ أظنها فكرة جيدة. نحن موافقات. من سيبدأ؟ إذن لنرمي النقود.
نحن أولا. استعدوا، بعد 10 دقائق سننتظركم في الخارج. والآن يا فتيات، اليوم هو أهم يوم في حياتنا كلها. أنت محقة. لدينا خصوما أقوياء ولكننا أقوى منهم. سافا لا يستطيع حتى فتح علبة سبيك، نحن أقوى. لا يستحقون تقديرنا. لدي فضول أن أعرف ماذا اختاروا. لا أعلم. أعلم أنهم سيختارون مثل لعبة شد الحبل على ما أظن. حسنا، لنذهب ونرى. حسنا، تجمعوا، لا يجب أن نخسر أمامهم. ليس لديهم أي فرصة، أنا بطل في هذه اللعبة. قريبا سوف نستلقي على الأريكة ونشاهد كرة القدم. إنهم هنا، انظر. آنيا، هل أنت بخير؟ أجل، أنا بخير. حسنا، جاهزات للعب بالأسهم؟ ما هذه اللعبة؟ بسيطة جدا، كل واحد سيحظى برمية واحدة، والفريق الذي يجمع نقاطا أكثر سوف يفوز. إنه سهل جدا. يا فتيان، أنتم أولا وسنرى كيف تفعلون هذا. دون أن أنظر. أوه. مرحبا، هذه فرصتكم. مرحبا، ماذا قلت؟ الفتيات خاسرات؟ هيا المسهم وكفى كلام. من خلف ظهري. أجل. مرحبا سافا، إنها مسهم ملا. بالفعل أتاني اتصال. أجل أمي، أجل لقد أكلت. أجل، أنا بخير. ماذا يا فتيات، أجاهزات للخسارة؟ ليس لديهن فرصة. لنجتمع يا فتيات، يجب أن نفعل هذا. لنفعل هذا من أجل مسلسلنا المفضل. آنيا، فلتبدأي أولا. أجل، أتشمون الرائحة؟ رائحة خسارتكم. هيا فلترموا ولا تتفاخروا. آنيا أحسنتي، كات هيا. المهم أن تتنفسي ولا تتوتري. مرحة، أنت ذكية. الآن سوف أريكم كيف ترمون. أجل. ماذا الآن؟ لقد حان الوقت لكي تحسبوا نقاطنا. أنتم لم تصيبوا الهدف ولا مرة. يجب أن تصيبوا المنتصف. إنها لعبة سخيفة، لما لم تقولوا ذلك؟ 1-0، أظن أنه حان وقت رحيلكم. الآن حان دورنا، هيا استعدوا. لقد كان الأمر أسهل مما تصورت. أنا لم أشك أبداً أنه سيكون بهذه السهولة. قليلاً بعد وسوف يكون التلفاز لنا. برأيكم أي لعبة سيختاروا؟ أنا متأكد بأنه لا شيء صعب، فمخيلتهم غير كافية للتفكير بشيء جيد. هل أنتم جاهزون؟ هيا. هل فهمتم ماذا ستكون اللعبة؟ من البداية يبدو أنه جري. يا فتيات، ما هذا؟ عليكم أن تفوزوا باللعب لا أن نربح بسهولة. أنا سوف أسبقكم حتى لو كان ذلك سباقاً بالرجوع للوراء. يا أولاد، أظن أنكم لم تفهموا. أيها الفتيان، إنكم أغبياء جداً. الركض بالكعب العالي. أوه، ماذا ماذا؟ أنا لن أشارك، غير مستعد لتكسر قدماي. أوه، الفتيات فقط من يرتدين الكعب العالي، لا أريد أن أرتديها. أفهم الآن أنكم تستسلمون؟ هذا مستحيل، سوف أركض بها. أحسنت. أحترمك جداً يا زميل، أنت رجل. هيا. هل أنتم جاهزون؟ استعدوا. انتباه، انطلقوا. داني، هيا 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 داني هيا. آنيا، ألن تنطلقي؟ أظن أنه حان الوقت. هيا 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 بسرعة. اعذروني يا رفاق، لقد حاولت. لا تعتذر، كنت جيداً جداً. هذه ليست النهاية. يا فتيات، نخب انتصارنا. كان هذا سهلا جدا. ما الذي كانوا يفكرون به عندما قاموا بتحدينا؟ لأنهم مجرد فتيان أغبياء لا يعرفون شيئا، لهذا نحن انتصرنا. أجل يا رفاق، إن طعم النسر جميل جدا، أليس كذلك؟ الأهم أن لا نستهين، فقد تبقى منافسة أخرى. لقد استرحتم، هيا بنا لنذهب. كلا، أي شيء إلا هذا. إن هذا أكثر شيء أخاف منه. أجل، ألعاب الفيديو، بماذا سيفكرون إذن؟ أرحب بكم بمسابقة الفيفا. وهنا كرة قدم، ألم تملوا من ذلك؟ من منكم سوف ينافس؟ هذا البطل؟ يا فتيات، دعوني أحاول. حسنا آنيا، نعتمد عليك. هيا آنيا، أنا سوف أفشل.
هل أنت جاهزة؟ هيا اختاري الفريق الذي يعجبك. ولكن كيف أختاره؟ اختاري هذا إنه جميل. كلا، فلون لباسهم أصبح قديما وليس رائجا هذه السنة. هيا بسرعة اختاروا فريقا ما. حسنا سوف أختار هذا. تباً لقد كان هذا سريع، لم أفهم أي شيء حتى الآن. تماسك يا آنيا، فنحن نثق بك. أحسنت سافا، أنت بطل، هيا بسرعة اغلبها. هدف! هذا غير عادل، إن اللاعبين لا يتحركون لدي. آنيا يوجد وقت، هيا أرهم. مرحبا، إنه هدف، أرأيت ذلك؟ آنيا أنت سجلت هدفا في مرماك. قوانين سخيفة. حسنا لقد خسرت بهذه السرعة، ولكنكم تشاهدون المباراة لساعة. هذه لعبة، لا نريد اللعب معك لساعتين. ماذا يا فتيات؟ 2-1. لا تفرحوا كثيرا، سوف نرى. أصبح فوزنا مضمونا يا رفاق. الأهم أن لا نخسر الآن. مجددا سوف يفكرون بلعبة للفتيات. أتمنى ألا تكون ارتداء الفساتين. تبين أنهم ليسوا بهذا الغباء يا أصدقاء. ولكنهم ممتع أكثر، منافسون أقوياء. حسنا لنذهب ونرى بما يفكرون الآن. حسنا، إن مسابقتنا القادمة هي فن الطهي يا فتيان. لقد تحدثت عن ذلك. تبا أنا لا أعرف كيف أقلي بيضة. وماذا نفعل؟ أنا سوف أخسر أيضا. لا تقلقوا، نحن جاهزون. القوانين سهلة، من كل فريق شخص واحد فقط سوف يطهو، وبعد ذلك سوف نتذوق الطعام ونحن معصوبي العينين. وبعد ذلك الطبق صاحب الأصوات الأكثر هو الذي يفوز. ثقوا، سوف أقوم بتحضير أفضل طبق ستتذوقونه. لديكم 10 دقائق، ابدأ. يا إلهي إنه فارغ. أوه بروكلي، سأحضر المثلجات مع البروكلي. حسنا قد حان الوقت لنحسب أعيننا. لنحسب الأصوات. 4-0. رائع، لقد فزت. يا أصدقاء ما بكم؟ لم صوتتم لها؟ من أين لنا أن نعرف أنه طبقها؟ أعيننا معصوبة. ألم تفهموا؟ سافا أنت قلت لنا أنك تحب الطهو، والآن نحن أصبحنا متعادلين. حسنا المسابقة الأخيرة سوف تحسم الأمر. مباراة كرة قدم. بجدية؟ إن هذا متوقع منكم. حياتنا حددتها قطعة نقدية. انظروا إليهم، سوف نفوز عليهم بهدفين. قوانين كرة القدم الكل يعرفها، نلعب مرتين 5 دقائق، حارس واحد ولاعبان في الملعب، هذه هي. حسنا فهمنا، هيا لنبدأ. سافا التقط. هاي كات، ماذا تفعلين؟ هذا غير مسموح. إنها ليس قتالا. رائع، إنه هدف. يا فتيات إذا أردتم الفوز فالعبوا جيدا. يا إلهي لماذا؟ هدف! أوه تباً! انتهاء الشوط الأول. يا فتيات بهذا الأسلوب لن نربح. أنا موافقة، يجب أن نفعل شيئاً. يا فتيات بذكائنا وجمالنا سوف نفوز. إذن سنلعب بذكائنا. إنه أسهل انتصار. يا أصدقاء نخبو انتصارنا. غير ممتع بالنسبة لي أن أقف كل الوقت حارس مرمى. ليس ذنبنا أنهم لم يسجلوا. حسناً الاستراحة انتهت، هيا للعب. أوه مال. أوه هدف، مرحا. داني ما كان هذا؟ اعذروني يا رفاق لقد سهوت. كل شيء على ما يرام، سأذهب إلى المرمى. آه
أجل. أوه جيك، ما رأيك في الذهاب في نزهة بعد المسابقة؟ هاي رأيتم؟ من أفضل لاعب؟ أنا أفضل لاعب. جيك، سوف نخسر هكذا. لا تتذمر، سوف نعوض. يا فتيان، 3-2، قريبا أحدهم سيخسر. هاي، هذا غير عادل. ومن قال ذلك؟ هيا أخبرني. النتيجة الآن 3-3. تبقى 30 ثانية، الهجمة الأخيرة، هيا بنا. ركلة جزاء. أي ركلة جزاء؟ فاشل أيها الممثل. نلعب كرة قدم وليس الملاكمة. أوه، كفاك بكاء كالفتيات. جيك، التقط، نحتاج لهذا النصر، هيا. لقد خسروا الفتيات، لقد خسروا الفتيات. لا تنزعجوا يا فتيات، لقد فعلنا ما بوسعنا. حسنا يا فتيات، يجب أن أقول أنتم جيدون. منافسة جيدة، لكن التلفاز لنا. هيا شغله بسرعة. أعزائي المشاهدين، لقد انتهت الآن هذه المباراة. أريد أن أقول لكم شيئا، أنه إذا فوتتم حضور هذه المباراة أنتم هم الخاسرون، لأنها كانت مميزة جدا. حسنا يا رفاق، سنشاهد الإعادة. توقفوا قليلا، لدي أخبار سيئة. لقد أخبروني بأنه حدث خطأ ما ولم تحفظ المباراة. كم من المحزن أن سافا وداني وجيك لن يشاهدوا هذه المباراة.